a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. السلام عليكم، معكم سالم من اندرويد، وهي حلقة 56 من سلسلة ألعاب اندرويد. هاي 5 ألعاب اليوم. أول لعبة جي تي اي، هاي لعبة جي تي اي يعني هاي الأولى والثانية، بس على شكل يعني بسيط بشكل، بس لعبات كلش حلوة. الطبق الخامس لعبة مثل عفو نمر هو أو هيشي، المهم هو حيوان ما لعبة هواي، لعبة يعني مثل اللعبة الثالث مالت الحلقة، اللعبة الأخيرة يعني مثل الحيوان يروح يقتل هو ذئب أتوقع. المهم اللعبة الرابعة طيارات، اللعبة الخامسة مثل مطار. أشوف اللعبة انتظر تفتح اللعبة بلاي شوتين جيت. أنا ممكن شيء أخفي بعدين كمل هذا بريء ومترجع إليه. نشوف هاي اللعبة، نشوف اللعبة اللي بعد اللعبة اللعبة أول ما تجي نا أكشن، نا عندك تحكم بالشاشة، روح على هاني يا طاقة من هاني خد تنزل وبعدين وين ما تريد روح روح. اللعبة نشوف اللعبة اللي بعد اللعبة الثالثة. فتحت اللعبة زي ما تشوفون احنا تضرب وهنا يعني شلون السرعة ما تتبقى اكثر. هنا عندك اخر لازم انت تخرج هذا هو راح يضربك انت، حاول تبعد عنه يعني جرب القتله ماما.
اللعبة اشوف اللعبة فقط. شو جبتها بحساب جميع او ما تريد بكيف نصبر اللودينج نقطة فايت طريقة الطريقة تمشي لازم مهم نضرب بأي شيء مش هون ضربنا فجرنا فيستا هاي الخمس ألعاب لليوم ما متشرك خلي اشترك مثل القديم خلي شوفكم في ناس حقا سوشكم كان معكم سعد مع السلامة.